فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أذبح الأضحية وأجمع معها نية العقيقة؟ لا، العقيقة عقيقة والأضحية أضحية، فالعقيقة لها وقت غير وقت الأضحية، والأضحية لها وقت غير وقت العقيقة، وهذه لشيء وهذه لشيء، فتقيم كل سنة على حدة إذا كنت تريد الأجر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.